السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم حصة تاعنا، وهي رسميا السيد محفوظ قرباج يقدم برنامج تاعو تجاه الحلول هذه الاتحاديه اللي وضعت الاتحاديه الحاليه الغير شرعيه. نعرفوا بلي اتحاديه غير شرعيه، الكبير والصغير، العجائز والنساء، الفتيات والفتاتيت، التكاتاكيت، الكل يعلم كيف جات هذه الاتحاديه، الكل يعلم كيف جات هذه الاتحاديه، اتحاديه غير شرعيه، اتحاديه قرارات ارتجاليه، قرارات غير مدروسه، قرارات يعني ادبروسي. وين السيد قرباج وين عطى في البرنامج تاعو الحلول في هذه؟ حنا كنا خايفين، كنا نقولوا يا ودي خلي زاتشي، بصح كنا خايفين اللي يجي موراه مسكين يختر. بصح حسب المعلومات اللي راهي عندنا حنايا، وهو السيد قرباج وين عطى الحلول، عطى نقاط حلول كيفاش يمشوا هذا البطوله اللي فسدوها هاد الناس، فسدوها باش يخرجوا بسنه يكملوا السنه. كيفاش ما يجيبوش دروك انت طلع لك سكيكده، طلع من طلع من طلع من. الناس فرحت، الناس فرحت، الانصار مساكين، الانصار فرق ما عندهم لوم، ما فيهم تلوم، ما فيهم تلوم. وديروا حسابكم العام الجاي الموسم تاع 2020 2021 يطيحوا ربعه من ناسيونالين، تطلع وحده من وحده من، يطيحوا سته من وسته من. يعني واحد الكوارث لازم يكونوا رجال، لازم يكونوا مواقف، لازم يكونوا قرارات صارمه، ما كاش تراجع. خاطر كان يقول لك كانوا يبيعوا لي ماتش الحكام، وكانوا يبيعوا رؤساء النوادي، ما شناهمش دخلوا للحبس وما شناش. يا ودي يا جماعه، يا في وقت الحاج محمد روى يروحوا يحلوا الطاس، الطاس الطاس لهنا محكمه تاع الطاس، يروحوا يطلعوا دوسيات. راسك يضرك الناس الحاج اللي يعرف العداله. بصح شكون كان حداد، كان حداد مشاريع الو حداد هذه الحاجه حط خلي فما كتاب بعد خلي 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 راحت قعدوا الدوسيات فما. ديجا غير السيد قرباج وين حط حداد في المحكمه تاع الطاس وفي العداله، عدالة من العدالة في باب الواد وين تاع رمضان، حاطه في العدالة باش على 48 مليار. هما على جابوها مور قرباج، على جابوها. انا نهار اللي وخروا قرباج قلت لهم البطولة الجزائرية راح تسير، صحيح كانت شوية بعد راح تسير. وين تحداهم قرباج قال لهم لي خلص عليا قهوة، قال لهم لي جاب لي قهوة يهدر معايا، تحداكم قال لكم الراجل يهدر راني هنا، قال ملي خلص عليا قهوه جيبوه. اللي قعد معاه زعما كيما خطره صابوه قاعد مع الحاج محمد راوراوا قاعدين في الوط، ولا جا ذاك كمال مهوي راهم يجمعوا. قال له انا ما نبدلش الفيستا، قال له انا الفيستا تاع ما نبدلهاش صديق، وخرج لكم طاي طاي. قال لكم انا مانيش مع تاع الناس مات الملك تحيا الملك، قال لكم انا الحاج لا رجوع. وهذا هو الراجل، هذا هو الراجل، انا عندي هذا هو الراجل. يقول لك يا تكون عادو تاعي مباشر وعادو ند للند معايا، عادو ماشي باش تقتلني ولا في القرارات تاعك في التسيير تاعك في الصوالح، عادو يا تكون صديق وافي وما تكونش خائن وجبان. كاين ثلاثة صوالح، تكون عادو بين لي بلي انا مانيش معاك، ولا تكون صديق، ولا ما تكونش خائن وجبان. هذه اللي نعرفها انا، ثلاثة صوالح نعرف، هذو ثلاثة صوالح هذو هما. حنا المهم قدم الترشحات تاعو، ان شاء الله بربي ما يتراجعش، ولا ما ان شاء الله ما يتراجعش، خاطر كاينين قنابل، هادو زرعوا قنابل كيما نقولوا حنا فرنسا في الحداده تاع تونس، الحداده تاع المغرب، ويداروا لنا قنابل وفي الصحراء.
في بشار في تيندو في كلش داروا لنا قنابل وين خط موريس. حنا نتمناو هادو القنابل راهم هما راهم واجدين راهم هنايا يفكوا لنا هاد القنابل قبل الرحيل تاعهم. ما هما وضعوا قنابل اللي يجي موراهم يا ودي دقداقه دقداقه ها اختيها عينيه هذه باش نقول هاكم داروا الدقداقه تاع اختي عيني ما كاش ما كاش اللعب كاع الدقداق برك على هذيك. حنا اليوم وين السيد قرباج محفوظ قرباج انسان مسير واطار يعني نقولوا بلي عنده حلول ونشاهدوا بلي خلينا كانوا يوسخوا فيه الصحافه القنوات قناه النهار نهار اللي جابوا لو طايحين على 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 قرباج. انا كي شفتهم طايحين على قرباج انا وقفت مع قرباج قلت انا هذا راجل قلت انا هذا كي شفت النهار طايح على قرباج جابوا ذاك كمال مهوي جابوا زين عامر ذوك ذوك فتافيت صغيرين جابوهم كواصهم دو 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 مكسرين زكا ايا قلت انا والله لا وقفت مع قرباج والله لا راجل والله لا وقفت معه وقفت معه وراجل. والبرنامج تاعو شا داير باش يكون على بالكم جماعه داير وليد صادي داير زبزب جاهد زبزب داير تصفاوت داير تصفاوت وحتى اللي اسمه خايفه واللي يدولهم عنتر يحيى باش يكون على بالكم. وكاين اسم ثقيل المنسق ما بين دخل جديده منسق ما بين المحترفين والاتحادية مواهب وهو باش يكون على بالكم باش يكون على بالكم وهو بنزيما دايره هكا هو راه لعاب بصح دايره مباشرة يتصل به من يشوف لعابة خاطش قويري كيما بابا امين قويري على بالك شتا قال لي قال لي حنا العائلة تاعنا مع تاع كلي شغل بوندا معاه تاع بنزيما وتعوار ولعابه كاع بنزيما في ليون جزائريين كاع قاضبوا فيده كاع قاضبوا فيده على حساب ما قال لي بابا امين قويري على حساب ما قال لي هو قال لي بابا قال لي كاع قاضبوا فيده قال لي كاع بنزيما وبصح دروك طالعين عاقلين على بنزيما ماشي على ماجر فهمني طالعين عاقلين على بنزيما دروك اللي عنده 19 عام عنده 15 عام عنده 18 عام عنده 20 عام طالع مع بنزيما يتفرج غير في بنزيما في الريال راكم فاهمين على هذيك داير هذا هذه نعطيها لكم من اليوم خاطر نهار اللي تجيبوها ما غاديش تنخلعوا ما غاديش يجي يلعب بيستغله بيستغله صابه يديره منسق في في في, في الماد ما بين الاتحاديه ومواهب جزائريه في اوروبا خاطر عليه معروف معروف هاك حسب كي نلعبوا بنجع قال الاخر قال له عيطوا بالفرنسي خافوا اللي يجي خاطر الا جا هذاك على قالوا عايروا بالفرنسي الا جا يلعب ننجمو نلعبو ينجم كل يردو كاباتهم يروحوا ولا مين يجوا يقعدوا يروحوا ديريكت ليرو بلاصو علاه قالوا لكم عايرتو بالفرنسي قالوا لكم قلتها له بالفرنسي ايدي هدري هادي حنا المهم سيد وفيها فانيك سمحوا لي فيها فانيك مصطفى مازا قائمة هذه راه داير قائمة هو دار البرنامج تاعو في الأعضاء دار من الناس شكون 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 راه حط برنامج تاعو حط القائمة الملف تاعو مش كيما نهار اللي جا زاتشي جابو حطوه ومن بعد جابو قائمة داروها لا قاد زاتشي جا بيدو برنامج جا هاكا بد النكوة تاعو قعد زيادة حطه أيا وقال لك هذا هو رئيس النادي رئيس اتحادية وراه حط برنامج تاعو كيفاش يخدم كيفاش يسلك هذا هذا كيفاش يفكك هذا القنابل اللي داروه حنا رانا معاه الا يخدم رانا معاه رانا مع السيد قرباج الى الامام والى جا زاهد زبزاه مرحبا به والى جا والي صادي مرحبا به حتى تصفاوت اطار فانيك باش يكون على بالكم تصفاوت فيك اطار تصفاوت وين هذا وين حسب المعلومه ما عندهمش كود حسب المعلومه لا عندي وين اتصلوا به قنوات اخيرا وين قزحهم طردهم المالي ديغاج علي فوركم
ما تزيدوش تعيطوا لي، بغاو زعما يجيبوه يعرضوه يهدر، قال لهم ما تزيدوش والو. قال لهم كو عرضتوني 2017 كو فوتو هدرتي، مي جيتو عندي قناة النهار قناة الهداف والشروق، قال لهم كو جيتو، قال لهم النهار اللي جيتو عندي 2017 وهدرت لكم التخطيط كاش تا كاين واش تا غادي يديروا، قال لهم ما فوتوش هدرتي، اليوم باغيني تفوتو هدرتي، ديكاج ما خاصنيش علي فوقو عايرهم باش يكون على بالكم. طرد حتى هذا بوحنيكا هنا في وهران طرده، هيا ديكاج قال وي شكاين، قالوا بين اي ديكاج هي يا تربح وي اي فرق وي، هذه هي الحقيقه. حنا رانا الى ان شاء الله بربي الملف تاعو يقبلوا له، خاطر على هو منصب اطار في الدوله دروك لازم يشوفوا كيفاش، ومن بعد ان شاء الله بربي ربي يحفظكم. تحيه الجزائر.